640 ألف هكتار هي مساحة الوعاء العقاري الذي خصصته السلطات العمومية بولاية تيبازا لإنجاز قطب حضري جديد بمدينة سيدي أحمر بطاقة استيعاب تقدر ب 64 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. للدراسة مسبقة التي تقوم بها المكتب الدراسات تاع بلينا تخص القطب الحضري، شفنا كل الجوانب، أعطينا بعض الآراء خاصة بالمشاكل اللي عادة تنطرح في الأقطاب الحضارية هذه المرتبطة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب للسكان، وضعية التصريف المياه القذرة، التوصيل بالكهرباء والغاز، لأن هذه التجهيزات تجهيزات هامة جهوية وتخص عدة متدخلين. يعتبر هذا القطب الحضري الجديد المزمع إنجازه والذي يتكون حسب الدراسة الأولية من 4 شوارع مزدوجة رئيسية وكبيرة تربط العمارات بعضها ببعض وفق هندسة معمارية عصرية وحديثة، حيث يتسع هذا القطب 300 ألف نسمة. هو مشروع حضري جديد يدخل في إطار لو شيما ناسيونال داميناجمون دو تيريتوار لو سنات حيث يتموقع المشروع صدر بمنطقة شبه جبلية وهي منطقة سيدي أحمر. يمكن الوصول إلى المشروع عن طريق صدر الطريق الوطني رقم 11 والطريق الوطني رقم 6 وكذلك لا روكاد دو تيبازا. دونك هادو تقريبا لي زانفراستركتور روتيير لو بلوز امبورطون لي صدر اوتوتور دو بروجي. وكذلك صدر سي اون فا فوالا اكسبليكي لو شيما دو برينسيپ ولا صدر التصميم، حيث ان صدر ولا موقع المشروع يقع في منطقه تقريبا جبليه. ياتي هذا المشروع الضخم بولايه تيبازا في اطار برنامج رئيس الجمهوريه ووعوده التي التزم بها للقضاء على ازمه السكن وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.